بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض لحمة ناشفة ان شاء الله. معايا لحمة اهيت. بهارات اللحمة الناشفة دي ايه؟ معايا فلفل اسود، ومعايا بهارات لحمة، ومعايا ورق لورو، 2 ورق لورو كده، ومعايا 3 للنكهة، حبهان، 3 حبهان. وهنعمل جنبيه روزيتو. روزيتو ده معانا دي بصلة، ومعانا دي البهارات بتاعته، معانا كاري، ومعانا كركم، و2 فص حبهان، ومعانا ملح. طبعا روزيتو ده معروف جدا وغالي جدا، انتوا عارفين طبعا، مع انه سهل جدا، المفروض كله يعمله في البيت، يعني انضف واحسن طبعا. دلوقتي احنا هنروح عشان ندي للحمة صدمة ان شاء الله، ونكمل مع بعض. طبعا احنا معانا هنا الطاسة او الحلة، يعني هنحط فيها 2 معلقة سمنة. قدحت السمنة اهيت. هندي للحمة صدمة بقى. بسم الله. اللحوم لازم صدمة، اي لحمة لازم صدمة، دجاج، بط، كل حاجة لازم صدمة كده، كل حاجة لازم تتصدم عشان تقفل مكانها وتديكي طعم جميل وريحة حلوة، وتلاقيها طرية من جوه كده، وتديكي طراوة وانتي بتاكليها كده، متحسيش ان اللحمة ناشفة في بقك كده وانتي بتاكليها. لازم كله كده ياخد صدمة. وطبعا لما تيجي تحطي تزوديها ميه، ما تحطيش عليها ميه بارده، تحطي عليها ميه ايه؟ ميه مغليه، ما تبقاش هي سخنه وتقومي انت حاطه عليها ميه ساقعه، ما ينفعش. اللحوم لازم تكوني عامله حسابك وغاليه لها الميه. هنسيبها كده تاخد صدمه شويه على نار حاميه طبعا جدا. طبعا هنفضل نشوح فيها لحد تحسي انها نشفت معاكي، تصبح كده كأنك بتحمريها بالظبط لما تتسلق. عشان ايه؟ كل حاجة تبقى جميلة. هننزل بقى دلوقتي للتوابل، هو فلفل اسود، وبهارات لحمة، واللورو، والحبهان اهو. اعملي الحاجة بحب زي ما قلتلك قبل كده، كل حاجة تطلع زي الفل. تشوفي الاولاد وتشوفي كل حد اللي بتحبيه. اللحمه الناشفه دي كتير من الناس ما بيعرفوهاش، يعني اللحمه الناشفه دي يعني لحمه ناشفه كده، هتبقى كده بالشكل ده لما تستوي، بدون بصل، بدون ثوم، بدون اي حاجه، بس هتاخد شويه ميه صغيرين تستوي فيهم، وترجعي تاني تبقى على السمنه، تقعدي تحمري فيها تاني كانها متحمره، مسلوقه ومتحمره، بس الطعم بقى وهم وخيال صراحه. يعني كل ده على نار حامية طبعا، كل ده على نار حامية، لازم النار تبقى حامية. شايفين ما شاء الله كلها اتصدمت اهي، خدت صدمة، شايفين؟ يا رب تكون واضحة كده قدامكم اهي. النار والستر، الواحد طبعا بيزهق كل يوم يسلق كل يوم يطبخ، لا لازم تركيز كده علشان كمان الأولاد ياكلوا ما يحسوش بالملل يعني. طبعا هنزودها شوية مية مغلية كده، شايفين؟ لازم مية مغلية، وكل ما تقول تديها شوية مية مغلية كل شوية، لما تقول لحد ما تستوي تديها شوية بشوية كده، ترجعي تهدي عليها النار خالص تاني، وتسيبيها بقى تستوي واحدة واحدة كده مع نفسها، وهنبقى مع بعض إن شاء الله تشوفوا النتيجة. طبعا هنا احنا معانا عشان الرز حلة، ومعانا البصلة اهيت. الحلة دي طبعا فيها 2 معلقة سمنة. هندبل البصلة كده عشان الرز، الروزيتو او رز الكاري زي ما تسموه، عشان تاكلوا احلى رز واطعم رز. بسم الله الرحمن الرحيم. هندبل البصلة وننزل فيها بالتوابل طبعا اللي انا قلتلكوا عليها، توابل هي كركم وكاري وشوية ملح. ندبلها كويس كده،
ان شاء الله باذن الله. الاكله دي سهله جدا ومبتاخدش وقت، مبتاخدش وقت خالص، وبتبقى جميله جدا طبعا في نفس الوقت. طبعا اذا عندك شوربه بتضيفي شوربه، ما عندكيش عادي بيبقى حلو برضه لو حطيتي زودتي ميه، يعني بيبقى ممتاز جدا برضه لو حطيتي ميه. اهو الاكلات دي الاولاد كلها بتحبها طبعا، وطبعا ممكن يتعمل معاها شيش طاووق، وممكن يتقدم جنب الكفته اللي على السيخ او كفته الفرن، ممكن يتقدم مع حاجات كتير جدا. الرز ده سهل وجميل وبيبقى طعم جدا. دلوقتي اهي دبلت، هنزل بالبهارات، البصله دبلت اهي، ننزل بالملح والبهارات الكاري والكركم، ونديهم تقليبه. الله على الريحه بقى، ريحه جميله جدا مع الحبهان طبعا. الله الله الله، يا ريت تجربوا وتقولوا لي. هنزل دلوقتي بالميه، الميه دي طبعا اللي هتسوي الرز ان شاء الله. هنسيبها بقى ايه تغلي وتاخد وتدي كده مع بعضها غلوتين، وبعدين ان شاء الله ايه نضيف الرز. طبعا لكل كوبايه رز كوبايتين ميه، الكوبايه اللي بتعايري بيها الرز هي نفسها اللي بتعايري بيها ايه الميه، رز بسمتي طبعا. شايفين اللحمه كده ايه داخله على شويه تشويح، خلاص اهي كده بقى ايه خلاص استوت ما شاء الله. شايفين استوت خلاص اهي كده بقى، انا هحط ان شاء الله ورقه التقديم خلاص شغلت خالص. هتبقى السمنه بتاعتها بقى خلاص كده استوى دلوقتي زي المرجان. وطبعا هنا انا سقطت الرز اهو، سقطت الرز اهو ان شاء الله. ما ان شاء الله بقى ان شاء الله بنقدمه. شايفين اللحمه ما شاء الله جميله ازاي، جواها مش هتنضغوا خالص. طبعا الاكله دي هتقدم معاها سلطه بس ايه حرقة شوية كلها ناشفة. طبعا هنا طبعا خلاص كده الصوص، يعني هنحط الماية كده، هنحط الملح بتاعها عشان نحطها، لان طبعا احنا من الاول خالص ما حطيناش ملح، عشان انتوا عارفين ان الملح ده بيقسى اللحم. شايفين ما شاء الله كده كده خلاص، انا هقطع عليها بقى ونقفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده خلاص شوف الرز اهو مفلفل اهو ما شاء الله، الرز ريزيتو اهو، رز بالكاري والكركم اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، شايفين مفلفل جدا اهو جميل. ان شاء الله باذن الله تجربوه وتقولوا لي هيعجبكم قوي، والاكله سريعه جدا مش هتقعد حاجه في ايديكم، والطعم طبعا وهمي جدا اهوت. طبعا سواء مع شيش طاووق بقى، مع كفته مشويه على الفحم او على الجريل او في الفرن، بيليق او مع الحاجات دي مع النواشف اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنجيب صوص اللحمه برضو نحطه عليه هنا اهوت. وهي ادي اللحمه برضو استوت اهيت، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون، شايفين الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم، لونها جميل جدا طبعا. والا الطعم بقى لازم تجربه وتقولي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بتحطوا طبعا بقى الصوص ده هنا اهو كده. وطبعا ما تنسوش بقى تكسروا اللون باي حاجه خضراء كده. استنى بقى عشان ايه عايز النقطه بالطبق دوت. وبكده خلاص الوجبه خلصت اهي معانا، ونقدم معاها ان شاء الله سلطه اهوت. وبالهنا والشفا. ما تنسونيش بقى في التعليقات وسبسكرايب وشير، ودمتم سالمين والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.